السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على الول في برنامج الريفيد. هبدأ دلوقتي أقول له أنا عايز أبدأ مشروع جديد، فبقول له نيو، فده في كذا تمبليت موجود. أقدر أقول له براوس وأختار تمبليت آخر غير دول لو أنا عايز عندي تمبليت آخر، أو أختار مثلا الأرتكشر تمبليت وأقول له بروجكت. فكرة التمبليت إن أنا مبدأش من الصفر، لو أنا بدأت من غير تمبليت باخد وقت على ما أظبط اليونت، على ما أظبط شكل علامة السكشن، على ما أظبط علامة الإليفيشن، على ما أظبط البروجكت براوزر أبقى عامل إزاي. فبدل ما أبذل جهد، لأ أنا ببدأ من تمبليت، فمبدأش من الصفر. فبقول له أوكي، بيفتح لي ملف فاضي خالص، بس الاعداد بتاعته بتكون مظبوطة الى حد كبير بحيث ان انا ابدأ شغل على طول. تمام، طيب ده الول في الريفت. لما اقول له انا عايز ارسم وول، بيبدأ يديني بعض الاختيارات اللي هنبدأ نشوفها مع بعض. هنبدأ اول حاجة بالارتكشر، بيبدأ يطلع لي بعض الاركتشر موجود عندي 3 انواع: بيزك وول، وبعد كده كيرتن وول، وبعد كده ستاكد وول. طيب ده اللي هو البيزك وول، الوول العادي. بقول له انا عايز ابدا ارسم النوع دوت، فبيديني بعض الادوات اللي انا هرسم بيها. ممكن ابدا ارسم على شكل لاين بالشكل دوت، او ان انا ابدا ارسم على طول ريكتانجل، او بعمل روم مرة واحدة، او ان انا ابدأ ارسم بالشكل دوت، او دائري، او ارك، او عندي في اداة كويسة جدا اسمها بيك لاين. يعني ايه بيك لاين؟ يعني لو انا عندي دخلت الاوتوكاد، يعني عملت انسيرت الاوتوكاد، هو بيبدأ يحول لي الخطوط بتاعت الاوتوكاد ديت اول ما اعملها بيك للريفت. يعني لو قلت له لينك كاد مثلا، واخترت اي لوحة اوتوكاد موجودة، على سبيل المثال هقول له مثلا عايز ابدأ اورجنت اورجن. اوكي، فدي بتطلع لي الشغل اكثر دقة. يعني مثلا عايز ابدا ارسم مثلا الحوائط ديت، هقول له ايه ارتكشر، واروح لول واقول له بيك لاين، وابدا اختار الحيطه بالشكل ده. طيب انا لما اخترتها كده رسم هو الحيطه على الخط ده من ناحيتين من النص، لان انا عندي لوكيشن لاين من الول سنتر. ممكن اقول له لا خليها من الفينش. تمام، فلما اعمل بيك لاين هيبدا يرسم لي الحيطه، بس خلي بالك من المقاس. فانا محتاج ان انا اظبط المقاس الاول. اظبط المقاس بمعنى ايه؟ معنى ان انا اعرف المقاس ده اصلا في الاوتوكاد كام، يعني من هنا لهنا كام؟ 300. تمام، طيب هبدا اقول له ايه، انا عايز ارسم اركتشر وول، واقول له هنا بيك لاين. طيب ده 200، هاجي هنا اخليه 300. موجود عند 300، فهيبدأ يرسم معايا 300 بدون اي مشاكل خالص. تمام، طيب دي مثلا 200، هقول له انا عايز ابدأ ارسم 200 بالشكل دوت، ونشوف لو انا عايز ارسم حاجة مش موجودة هنا هنعمل ايه دلوقتي. ايه الفرق ان انا اقول له الهاي ليفل 2، او ان انا اقول له ان كونكتد وادي له نفس الارتفاع بتاع ليفل 2؟ انا ليه ان انا اخلي الحيطه بتاعتي لحد ليفل 2، او ان انا اكتبها اي ارتفاع انا عايزه؟ طيب خلينا نشوف كده. لو انا رسمت الحيطه ان كونكتد ورسمتها ليفل 2 بالشكل دوت، تمام، وهاجي هنا مثلا للفيشن اقول له جو تو الفيشن فيو، اللي حصل كالاتي: الاتنين هم زي بعض في نفس الطول، بس لو انا جيت هنا وعدلت دوت ل5 متر، فاللي انا ظبطه على ليفل 2 هيتغير يبقى 5 متر، انما ده انا مديله رقم ثابت فيكسد ان هو 4 متر.
فمهما حصل هو هيفضل ثابت، مش هيطلع ولا ينزل ولا هيحصل له حاجه خالص. انما دوت هيتغير مع ليفل 2، يعني لو خليت ده مثلا 3 متر خلاص ده هيبقى 3 متر زيه بالظبط. تمام. طيب الوول بلاقي هنا اللوكيشن لاين بتاعي، انا لما هرسم هرسم منين؟ يعني انا هنا في العادي بتاعي الوول سنتر انا برسم هو من نص الحيطه. تمام. الخط اللي انا ماشي بيه ده بيرسم النص. ممكن اكون عايز ارسم حاجه تانية، ممكن اكون عايز ارسم مثلا من الفينش اكستيريور بالشكل دوت، فانا برسم من بره. تمام. هبان اكتر لو انا واخد حاجه فيها شويه تفاصيل زي ديت. تمام. بيكون في حاجه فيهم فينش اكستيريور، في حاجات فيهم على الكور وحاجات فينش. تمام. انا مثلا هرسم الفينش، برسم من بره خالص. تمام. طيب لو عايز ارسم الكور انا نفسي برسم من نص الكور. انا عندي هنا في رسم من النص اهوت، في جزء بيبقى فينش وفي جزء بيبقى جوه في الكور. طيب التفاصيل اللي مش باينه عشان هنا ده ديتيل ليفل معمول على كوارس، خليه فاين هتبدا التفاصيل تبان. تمام. فده الكور بتاعي، الجزء اللي في النص ده هو ده الكور. فانا برسم من فينش الكور يبقى برسم الخط دوت. لو قلت له هرسم من فينش من فينش بتاع الحته نفسها يبقى انا هرسم من بره خالص. الوول هنكمل وبعد كده ندخل نشوف التفاصيل دي بتتعمل ازاي. في عندي حاجه اسمها تشين. يعني ايه تشين؟ يعني هكمل رسمت حيطه وبدخل في الثانيه والثالثه وماشي معايا ماشي ماشي لحد ايه ما يوصل للجون هنا. تمام. انما لو انا قلت له شيل التشين وبدات ارسم اول حيطه، هلاقيه وقف ومنتظر ان انا ادي له اوردر بالتاني. ممكن اخليهم يكملوا مع بعض مفيش مشكله. تمام. ده بالنسبه لسي كلنا بنفضل ان احنا نعلم عليه. الاوفست معناها ايه؟ ان انا هرسم الخط هنا بس هو يرسمون لي على بعض مثلا متر او متر ونص. تمام. ممكن انا اكون عايز ارسم حيطه موازيه لحيطه تانية، فانا بعمل اوفست وببدا ارسم بالشكل دوت. تمام. عاده اوفست زيرو. الراديوس لما بجي ارسم بالشكل دوت هو بيبدا يعمل لي شكل دائري بشكل دوت، وفي اي وقت عايز تغيره بتيجي هنا وتغير الرقم زي ما انت عايز. جوين ستاتس، هل انت عايزه لما بيرسم بيربطهم ببعض ولا عايز تسال لو يعني هيرسم حيطه والتانيه بس دول مش مرتبطين ببعض رغم ان هم تشين بس مش مرتبطين ببعض. تمام. فالاعدادات الافتراضيه ان ده اللاو، ان ده من غير راديوس، ان ده زيرو، ان ده التشين، ده براحتك زي ما انت عايز. اوكي. ده الاختيارات بتاعه رسم الوول. نيجي على الوول بنلاقي زي اي فاميلي ليه خصائص خاصه بالحته دي بس، انستنس بالحته دي بس. يعني لو غيرت هنا بيتغير في الحته دي بس. يعني لو غيرت الارتفاع بتاع ديت من توب اوفست بيتغير في الحته دي بس. انما ليه خصائص خاصه بالطيب نفسه، بتدخل الايديت طيب بتلاقي حاجات خاصه بنوع الحيطه اللي انت لسه راسمها. لو جينا نبص هنا في الايديت بتلاقي دي انواع الطبقات بتاعه الفينش وبتاعه الكور هنا. تمام. تقدر في اي وقت تلغي اللي انت عايزه او تغيره، تقول له ديليت ديليت. تمام. بس هو على الاقل هتبقى في واحده بس ما ينفعش انها تلغي، اخر واحده ما ينفعش انها تلغي. طيب انا عايز اضيف، دوس هنا على بريفيو عشان ابقى شايف الحاجه اللي بتضاف، واقول له انسيرت وابدا اضيف مثلا هنا دي فينش، دي الماتيريال بتاعتها، ابدا اختار الماتيريال. تمام. ده الباترن بتاعي في السيرفيس، لو انا مش قاطع فيه، لو انا قاطع فيه بياخد باترن تاني، اقدر ادي له اي باترن عايزه. والكالر ابيرنس، وفي ماتيريال كتيره بيبقى ليها خصائص فيزيكال وثيرمال زي ما انت شايف. طيب اوكي. هتدي له سكنس، لو انت حاولت تقول له اوكي من غير سكنس هيرفض، لازم يكون في سكنس. ان الراب دي معناها ايه؟ لو انا ماشي بالحيطه وبدات ان انا مثلا اخد زاويه 90، فانا شكل فيهم اللي هتكمل دي ولا لا. تمام. هتقول له انسيرت تاني، تبدا تشوف الحاجه تانيه مثلا فينش 2 وتقول له داون بالشكل دوت، وتخلي ده مثلا 50. اوكي. هتلاقي الويت اتغير.
تمام، بدأ يجمعهم كله. اوكي، فلما تيجي ترسم هيبدأ يبين لك التفاصيل بتاعتها. تقدر تتحكم في شكل الجوين ديت من موديفاي، هتلاقي هنا والجوين، فتبدأ تختار الجوين نفسها وتبدأ تقول انا عايزها بشكل بيوت ولا بشكل المتر ولا بشكل سكوير اوف. الاشكال دي تقدر تتحكم فيها زي ما انت عايز، او ولا عايز تعمل اللو جوين ولا ديس اللو جوين اللي انت شايفه في المشروع بتاعك. تمام، طيب هدخل هنا اركتكتشر وول، وندخل على الكيرتن وول بالشكل دوت. طيب تعال نشوف الكيرتن وول دي في 3D. هي عبارة عن زجاج عادي. طيب لو انا عايز اضيف لي كيرتن جريد اهو، تقدر تضيف حاجة من اول اللوحة لاخرها، او وان سيجمنت مثلا من الناحية دي او من الناحية دي بالشكل دوت. وبعد كده هتضيف له ميلينيون، تقدر تختار النوع من هنا، اي نوع انت عايزه. طيب لو انا عايز اعملها اوتوماتيك تكون ادق شوية، اعمل ايه؟ مجرد ان اعمل سيلكت عليه وابدا ادخل في الايديت تايب، بلاقي الخصائص بتاعته، هل هو الفانكشن بتاعته اكستيريور ولا انتيريور ولا اوتوماتيك امبيدد، ولا الكيرتن بانل بتاعه هيبقى انهي نوع من انواع الحوائط ديت. الجوين هنا فيرتيكال جريد، ممكن تقول له فيكسد ديستانس، مسافات متساويه، او فيكسد نمبر، هقول له مثلا قسمهم لي على 3 مرات او 4 مرات. الخاصية بتاعته من هنا اقول له 4 مرات. اللي اوت مثلا خليها فيكسد ديستانس متر ونص مثلا، اوكي، هيبدأ هو يقسمهم لي بالشكل دوت. تمام، تيجي بقى المشكلة لما تيجي تضيف دور او ويندو ما يرضوش. ليه؟ انت عشان تضيف حاجة زي كده لازم تجيب له فاميلي كيرتن دور او كيرتن ويندو، مش مجرد حاجة عادية. وتيجي على واحدة من القطع دول اللي انت عايز تحولها لدور، وتدوس كده تاب لحد ما تعمل سيلكت عليها، وتيجي هنا وتختار ايه الدور دوت. تمام، هتلاقي اتضاف ليك. طيب خلينا نجرب حاجه زي كده، وهي ان انا هعمل له انسرت الفاميلي ديت. تعالى ندور على فاميلي كيرتن تكون عبارة عن دور. طيب خلينا ندور في قلب الدور نفسه، كيرتن وول دبل سنجل. طيب اوكي، عملتها في المشروع. واجي هنا اقول له دور. تمام كده، ده خد الدور دوت. الدور ممكن يكون فاهم نفسه مش مظبوط. طيب خلينا نشوف دور تاني. او ممكن يكون المقاس بتاعه بس صغير او حاجه زي كده. تمام، فخلينا نشوف ده جلاسز. لا انا عايز حاجه يكون مكتوب فيها كيرتن. تمام اوكي، كيرتن وول دبل اهو، بيكون ساعات بس المقاس نفسه صغير او حاجه زي كده. طيب خلينا نقول له امبين ونحرك.
لو جيت دخلت في ليفل واحد هتلاقي الدور موجود اهوت في قلب الكرتن وول، وهتلاقي كرتن وول في كذا نوع بيبقى فيه جاهز، لان انت ممكن تدخل تعمل دبليكيت وتدخل الخصائص اللي انت عايزها اهوت بالشكل دوت. لو اخترت دي ممكن تغير نوعها للستور فرونت بالشكل دوت، ممكن تدخل تعمل ايديت تايب وتعمل دبليكيت وتغير الخصائص بتاعت الهوريزونتال جريد والفيرتيكال جريد وتختار الملين اللي انت عايزه بالشكل ده. طيب اخر نوع من انواع الحوائط معانا اللي هو ستاك دول. يعني ايه ستاك دول؟ يعني انا بكون عندي الحائط بمقاس معين وبعد كده المقاس بيختلف او نوع الحائط نفسه بيختلف، اقول له انا عايز ستاك دول، وادخل اديت بلاقي فيه خاصيه واحده بس وهي الاستراكشر. لما تيجي تدخل لنا في اديت بتلاقي ان هو عبارة عن حتتين فوق بعض، لما تقول له بريفيو تبدأ الموضوع يبان ده التوب وده البيس، دي حيطة وبعد كده دي حيطة تانية. ممكن تقول له اعمل حيطة تالتة وتختار حيطة مثلا بالشكل دوت. تمام. طيب انت عايز تغير الهاي، انا عندي دلوقتي بيبقى الهاي بتاعي لكل الحوايط بتكتب رقم ثابت وعادة حيطة واحدة بس بتبقى فاريبل. بمعنى ايه؟ بمعنى ممكن تكون دي مثلا الحيطة كلها من اولها لاخرها اللي انت راسمها 4 متر، يعني من الدور الاول للدور التاني 4 متر، دي متر ودي مترين يبقى 3 متر، يبقى الحيطة اللي ناقصة دي هتبقى متر اوتوماتيك، هو بيقعد يحسبها. يعني عندنا الحيطة دي هو مفترض انها 5 متر، 6 متر، 6 متر، يبقى الجزء ده 900 والجزء ده 2500 والباقي هو الفاريبل اللي هو الجزء دوت ده فاريبل. يعني لو انا غيرت ده خليته مثلا متر، خلاص يبقى ده متر وده متر اللي حاجة بسيطة والباقي هتبقى الحيطة اللي هي في النص. تمام. اقدر احركه سنة كده وسنة كده، اقدر اقول له مثلا 100 يبدأ يتحرك معايا، ده 100 يبدأ يتحرك معايا. تمام. تقدر تعمل له فليب تعكسه. تمام. فبيديك قدرة ان انت ترسم، يعني في الوقت العادي كنت هتقعد ترسم حيطة وبعد كده ترسم حيطة تانية وترسم حيطة تالتة، واحدة متر واحدة متر واحدة متر، فده بيوفر وقت كتير اوي. دلوقتي انا هرسم اللي انا رسمته ما ظهرش، ليه؟ لان في حاجة اسمها سكشن بوكس على الجزء ده، انا لما ظهرته بدأ يظهر معايا الحيطة بالشكل دوت. طيب لو جينا هنا على الوول، حاجة اسمها وول باي فيس. يعني ايه وول باي فيس؟ يعني بيبقى عندي ماس هو بيبدأ يرسم عليها. طيب لو جينا هنا دخلنا في الماسنج اند سايت وقلت له امبليس ماس وابدا ارسم اي شكل بسيط، وليكن مثلا ارسم حاجه بالشكل دوت. تمام. بعد كده اقول له كريت فورم، بيقول عايز ترسمها على شكل كوره ولا على شكل اسطوانه، هقول له على الشكل دوت وابدا اطلع بيه زي ما انا عايز. تمام. او ممكن ترسم اي شكل انت عايزه. تمام. وبعد كده ممكن نقول له مثلا عايز روتيت للجزء دوت. تمام. سوري فين روتيت اهي، ابدا اعمل روتيت للشكل دوت. تمام. بحيث انها بدات تلف معايا زي ما انت شايف. تمام. اقول له فينيش، تقدر بالماس ترسم اللي انت عايزها. اروح اركتشر واقول له انا عايز وول باي فيس، مجرد انت تعمل سيلكت كده هو يبدأ يرسم لك الحيطة. بس خلينا نرسم حيطة غير الستاك ديت، خلينا نرسم حيطة اللي هي الصغيرة ديت. رسم لي الحيطة على المس. تمام. فأي شكل أنا عايز أخد الأجزاء بتاعته وأبدأ أعملها كده. تمام. طيب هاجي مثلا على الحيطة بقى اللي هنا ديت واقول له هنا وول سويب، هبدا ارسم سويب عليه بالشكل دوت. طيب خلينا نشوف حاجه تكون مرسومه، خلينا نرسم حيطه سريعا على شكل الروم. تمام. واقول له انا عايز ارسم سويب، انا رسمته في المكان دوت، فلو جيت في الحته التانية هيرسمها لي برضو ويكمل الحته التالتة الحته الرابعه.
سويب خلينا نلف معاه. طيب لو عايز اعمل بقى بش سويب، عايز اعمل ريفيل يعني فتحة بسيطة في قلب الحيطة، بقول له ريفيل، هو اوتوماتيك بقى بيرسم في فتحات. تمام، وتقدر تغير الشكل بتاعها زي ما انت عايز، ان انت تغير البروفايل اللي بترسم بيه، هو يبدأ برضه يكمل معاك زي ما انت عايز. تمام، حسب المقاس تقدر تعمل سيلكت كده وتدخل تغير في المقاس بتاعه او تغير في البروفايل بتاعه. ده البروفايل، تقدر تختار اشكال كتيرة جدا، وممكن تعمل انت الشكل اللي انت عايزه. تمام، طيب دلوقتي انا عملت الحوايط، في حاجة بس عايزين نقولها سريعا. لو انا عايز اعمل فلور، ممكن اختار من خلال بيك وول. يعني ايه بيك وول؟ مجرد ان اختار الحائط هو بيبدأ يرسم لي الارضية بتاعتي. تمام، ونخلي بالنا ان هو ممكن من بيك وول يرسمها جوه او بره، فانا اقول له لا ارسمها لي جوه او بره زي ما انا عايز. تمام، طيب الحوايط ديت اللي انا لسه رسمها دلوقتي ممكن اقول له اتاش. بمعنى ايه اتاش؟ يعني الاول ما الارضيه دي تطلع وتنزل، اللي يطلع معاها وينزل معاها. يعني لو انا غيرت الرقم ده هو برضو يطلع وينزل معاها، مش ثابت، لا هو مرتبط بيها. تمام، فاقول له دلوقتي ممكن اغير الرقم ده، مجرد ان اغير تمام الحيطه تتغير معاه. تتغير ازاي؟ ان انا هعمل سيلكت على الحيطه ديت، واقول له اتاش، واقول له اتاش للبيس، واروح مختار الارضيه بتاعتي، هو اوتوماتيك بيتغير معاه. طيب ايه رايك بقى لو انا جيت كده على الارضيه ديت وعملت موديفاي سب اليمنت، ورحت مغير الاتنين دول مثلا، خليتهم 500. تمام، اوتوماتيك الحيطه اتغيرت معاه زي ما انت شايف. يعني الحيطه خلاص بتاخد نفس الميل ونفس الزاويه بتاعه الارضيه بتاعتها. ونفس الكلام برضو بالنسبه للسقف، لو رسمت سقف تقدر تقول له اتاش ويبدا يطلع وينزل مع السقف. ولو انت عايز تلغي الاتاش بتقول له ديتاتش البيس مثلا، يروح عامل لك اتاش، دي اتاش للجزء ده للارضيه، وتبقى مرتبط بالارتفاع الاولاني بتاعك قبل ما تعمل اتاش الارضيه.